إنها المواجهة البرلمانية الأولى بين زعيم حزب العمال البريطاني الجديد جيريمي كوربين والحكومة. جيريمي كوربين شدد خلال أول مساءلة له أمام رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة تغيير بعض القواعد البرلمانية التي اعتبرها بائدة نوعا ما. كثيرون قالوا لي إنهم يعتقدون أن حصة مساءلة رئيس الوزراء مسرحية للغاية، وأن البرلمان بعيد عن القضايا، وأنهم يودون أن تسير الأمور بشكل مختلف وأن تسمع أصواتهم خاصة في البرلمان. لذلك أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني لآلاف الناس وطلبت منهم الأسئلة التي يودون طرحها على رئيس الوزراء، وتلقيت 40,000 رد. اقتراح جيريمي كوربين الذي ينتمي إلى المدرسة التي يصفها أنصار بلير بالمتمردة لقى ترحيبا من طرف رئيس الوزراء البريطاني. إذا كنا قادرين على تغيير أسئلة رئيس الوزراء لكي نجعل الأمر تجربة أكثر واقعية في طرح الأسئلة والإجابة عليها، فلا أحد سيكون أسعد مني. وسبق لكوربين نائب منطقة إيزلينغتون شمال لندن والتي يحتل مقعدها منذ العام 83 من القرن الماضي، وأن تمكن من إقناع أعضاء الحزب بضرورة التغيير بعد تغييب بلير ورفاقه لرسالة حزب العمال الحقيقية وتهميشه للقوى النقبية واليسارية فيه.